وعلى هامش انعقاد الدورة 39 للمجلس التقى سعادة مساعد وزير الخارجية كل من سعادة السفير أتيجيل دي هلغومف المندوب الدائم لجمهورية تركمانستان وسعادة السفير أدريان فيرتا المندوب الدائم لجمهورية رومانيا، مستعرضا سعادته العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بين مملكة البحرين وكل من الجمهوريتين الصديقتين تركمانستان ورومانيا، حيث تم استعراض سجل وإنجازات مملكة البحرين الرائدة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية وعرض لأبرز الإنجازات والمبادرات الوطنية والعالمية التي قامت بها المملكة في توفير الخدمات التعليمية والصحية المتقدمة ونظم العمل والعمال وتميز الخدمات الشرطية والأمن وتجربة المملكة في مجال التسامح والتعايش السلمي وتطور وتقدم حقوق الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وجهود محاربة الاتجار بالأشخاص وبرامج الرعاية الاجتماعية والفئة الأولى بالرعاية، كما تم تناول عدد من المواضيع المتعلقة بأعمال مجلس حقوق الإنسان وسبل تعزيز دوره ومساهماته الفاعلة لتحقيق الأهداف السامية منذ إنشائه. من جانبهم أشاد كل من المندوب الدائم لتركمانستان ورومانيا بالعلاقات الثنائية وما وصلت إليه من تقدم ونماء على حرص بلادهما على تطوير أوجه التعاون مع مملكة البحرين في مختلف المجالات، ومشيدين بحجم الإنجازات والبرامج التي تقدمها مملكة البحرين لمواطنيها.